بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جزئنا الثاني من نظرية المؤامرة غاز الكيميتريل لنكمل ونصل إلى تأثيرات الكيميتريل على الصحة. يرى أنصار هذه النظرية أن للكيميتريل تأثيرات على صحة الإنسان، فهو يمكن أن يسبب مشاكل في التنفس، ويمكن في بعض الأحيان أن يسبب مرض الزهايمر بسبب أنه يحتوي على الألمنيوم. وأعلن المتحدث باسم الحزب المعارض في كندا وهو الحزب الديمقراطي الجديد في 18 نوفمبر عام 98 غوردون إيرلي في شكل عريضة موجهة للبرلمان باسم سكان بلدة إسبانيولا في كندا، ذكر فيها وقع أكثر من 500 من سكان منطقة إسبانيولا عريضة تتعلق بمخاوفهم بشأن إمكانية تورط الحكومة في دعم طائرات تقوم برش ضباب، ووجدوا أثارا عالية من جزيئات الألمنيوم والكوارتز في عينات من مياه الأمطار. وقد دفعت هذه المخاوف بالكنديين لاتخاذ إجراءات خاصة، كما سعوا إلى الحصول على إجابات واضحة. ويسبب أيضا الكيميتريل التهابات حادة في الحلق والجيوب الأنفية التي تسبب الصداع، تورم في الغدد اللمفاوية ونوبات السعال، وضيق في التنفس، وقد يصل إلى فشل عام في الجهاز التنفسي، كما يلحق ضررا بالقلب والكبد. والتعرض لتاني بروميد الإيثيلين يجعل الأشخاص أكثر عرضة لعوامل بيولوجية أخرى بسبب التهيج الشديد في الرئة. كمثال، هذه الأعراض ألا ترون أنها تشبه بعض الأعراض لبعض الأمراض التي لاحظناها مؤخرا؟ ألا ترون أن هذه الأعراض تتشابه مع رائط وبائنا المزعوم؟ أتركوا رأيكم في تعليق لنرى. الآن سوف أسرد عليكم بقلم اختصاصي في طب الأعشاب اسمه فيوليتا راجينوفيتش من صربيا في مقالة تقول: كنت كوني أعالج بالأعشاب وعالجت حالات عدة، يجب أن أقول بأن هذا الوباء ليس عاديا. سأشرح لكم حول ذلك، من فضلكم تقول في مقالها: اقرأوا للنهاية لأن الجميع لديهم الأعراض، لذلك بإمكانكم مساعدة المقربين لكم. السموم الحربية مثل سارين أو ريتسين يؤثر على الجهاز العصبي مباشرة، حيث يتم استنشاقه لأنهم ينشرونه في الجو، وعندما يتم استنشاقه يمر خلال الفم والأنف ويحدث ضرر للحواس الشم والذوق، ثم يمر بالجهاز التنفسي ومنه إلى الدورة الدموية. في معظم الحالات سارين يؤثر على العمود الفقري والجهاز العصبي، بعدها ينزل إلى الأمعاء حيث يسبب الإسهال لأن الأمعاء تتأثر بواسطة الجهاز العصبي. الأعراض الأخرى التي يربطونها بالوباء هي الالتهاب الرئوي، ما هو في الحقيقة من الطائرات يلقون علينا خيوطا عنكبوتية من السيليكون في غاية الرقة، والتي تدوب في حال استنشاقها وتنزل إلى حويصلات الرئتين، وهناك تلتصق بشدة في أول صورة أشعة للرئتين بسبب السعال الخفيف، لا يظهر أي شيء في الصورة. وفي عند أخذ صورة ثانية بعد حوالي 3 أيام تظهر السيليكونات في الصورة مثل بقع بيضاء صغيرة، وفي اليوم 7 تظهر في الصورة بقع سوداء. لماذا؟ لأنه في ذلك الوقت يبدأ ظهور البكتيريا الملتصقة على السيليكونات في حويصلات الرئتين وأجزاء أخرى من الرئة التي وصلت إليها السيليكونات. لذلك في أغلب الأحيان الإصابة بالالتهاب الرئوي تحدث بسبب الوباء المزعوم، ولكن بدون ارتفاع في درجات الحرارة لغاية اليوم 6 و7، إلى أن تتجمع البكتيريا وتلتصق بالسيليكونات والسموم الحربية. عندها يبدأ الدم بالتجلط
لماذا؟ لأن الدم يبقى بدون أكسجين ولا يتم أكسدته أو أكسدة الهيموغلوبين، ولذلك يتجلط الدم ويتحجر، ويحدث التجلط أيضا بسبب البكتيريا التي تجمعت بكثرة عندما يبدأ الشعور بصعوبة في التنفس، ويكون ثقل على الصدر، وكذلك لأن الرئتين لا تستطيع الحصول على الأكسجين الكافي. الأوعية الدموية تبقى بدون أكسجين، مما يعني باقي الأجهزة الحيوية في الجسم، وتعاني الرئتين والقلب بسبب الجلطات، لذلك لا توجد تغذية للأطراف، وشعور بالثقل والتعب وضعف في الحركة. وإذا لم نباشر بالعلاج على الوقت سينتهي بكم المطاف في إحدى المستشفيات وعلى جهاز التنفس الاصطناعي مع حقن عدة في البطن لإذابة الجلطات. لذلك يجب عليكم أولا أن تفهموا بأن موضوع الوباء خيالي وزائف، وأننا في حرب بيولوجية ونفسية، وطريقة العلاج هي كالتالي وناجحة جدا. حتى نزيل السيليكونات الملتصقة داخل الرئتين، يجب من اليوم الأول عند البدء بالسعال أن نبدأ بأخذ تبخيرة ساخنة، نغلي الماء مع البابونج لأنه يعمل على ارتخاء الحويصلات، وممكن أن نغلي المرمية أيضا تبخيرة في الصباح وأخرى في المساء لمدة 20 دقيقة على الأقل، عفوا على اللغة الركيكة لأن الترجمة تكون تعطي لغة ركيكة، كما قلت لمدة 20 دقيقة على الأقل. أخذ شراب طارد للبلغم في الصباح وخلال النهار وعدم أخذه في المساء، هذا الشراب يساعد في طرد السيليكونات إلى خارج الرئتين. ثانيا إسبرين بايرن 500 كل مساء على الأقل. إسبرين يحتوي على حامض أتيسيتيل ساليتسيلين، والذي يفكك الجلطات ويمكن الدم من الحصول على الأكسجين، وتزويد أجهزة الجسم الحيوية بذلك، وعدم استعمال أي مميعات أخرى سوى الأسبرين. ثالثا في حال ارتفاع الحرارة نستعمل الهيوموميتسين أو مضاد حيوي آخر له خاصية التأثير على الجهاز التنفسي. إذا كان المضاد الحيوي عيار 500 نأخذ قرص واحد يوميا، لأن ارتفاع الحرارة يكون بسبب البكتيريا، والذي سيثبته اختبار الـ PCR. بعد ذلك كله يجب علاج المعدة، لأن هذا كله قوي جدا في حال حدوث سعال شديد. يجب وضع كمادات ساخنة من زيت الكانتريول على الصدر، نسخن زيت الكانتريول ونغمس به قطعة قماش ونضعها ساخنة على الصدر، ونضع فوقها نايلون لحفظ الحرارة أطول مدة ممكنة، ومن ثم نغطي المريض لمدة نصف ساعة على الأقل مع شرب الكثير من شاي الأعشاب الساخن وشرب عصير الليمون، لأن كثرة السوائل تسهل عملية طرد السموم للخارج. إذا كان المريض في حالة شديدة مع صعوبة في التنفس وشعور بالثقل على الصدر، عندها يعطي المريض إسبرين 500 في الصباح وفي المساء، وعدم أخذ الباراستيمول والبروفين إلى آخره، فقط الأسبرين. يبدأ مفعول الأسبرين بعد ساعة من الزمن، ويبقى المريض في السرير الدافئ حتى يتعرق بشدة ويتم تغيير ملابسه. شاي الأعشاب الساخن يساعد على التعرق. كان إسهال ممكن تعويض المعادن والأملاح وتخفيف الشعور بالضعف وتقوية عمل الأجهزة الحيوية للجسم. إذن المفتاح أسبرين باير، تبخيرات ساخنة، مضاد حيوي في حال ارتفاع الحرارة، التعرق، شرب السوائل بكثرة، وأيضا ممكن أخذ فيتامينات سي، بي، زنك، شاي أعشاب، زنجبيل. ويجب أن تعلموا بأنني لست طبيبا، ولكنني أعالج بالأعشاب، وهذه الطريقة مجربة بنجاح على عدة مرضى من الأقارب والأصدقاء، وكل الذين عالجناهم لم نعالجهم من الوباء، وإنما من السموم الحربية والمعادن الثقيلة المرشوشة في الجو. منقول عن هذا من هذا المقال، وللحديث بقية، وما خفي كان أعظم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.